احنا اليوم هوني باش نقدموا لكم المشروع اللي خدمناه احنا مراسلين بلا حدود مع منظمة الخط، واللي حوس يعمل مرصد عن حول ملكية وسائل الإعلام. شكون اللي يملك وسائل الإعلام؟ باش تعرفوا هذا المشروع قاموا تقوموا مراسلون بلا حدود، الفرع الألماني لمراسلون بلا حدود. دايوغ نفكر أنه المشروع هذا ممول من طرف مينيستير لو مينيستير دو ديفلوبمون اي لا كوبيراسيون ايكونوميك ألماند. وهذا المشروع مراسلون بلا حدود تقوموا في عدة بلدان مش فقط في تونس. بديناه من العام اللي فات، عملناه في كامبوج، في كولومبيا، والآن حاليا يتم المشروع في بلدان أخرى كتركيا، الفلبين، البيرو إلى آخره. هل ممكن نعرفوا شكون اللي وراء وسائل الإعلام؟ وشنو هما المصالح اللي كاين وراء هذه وسائل الإعلام؟ هل فيه ولاء سياسي أو اقتصادي؟ حتى إلى أي مدى؟ وهل نتحصل على المعلومات؟ مجموعة من الخبراء الذين عاونونا باش نطرحوا سؤالات كما يلزم نطرحوها، وخطر خطر التركيز الملكية في وسائل الإعلام، خطر تضارب مصالح السياسة بأيضا وسائل الإعلام، وخاصة التلفزة اللي هي عندها تأثير كبير. شوفوا بعد في النتائج متاع البحث هذايا أنه التلفزة تبقى هو الإعلام الأكثر تجاذب نوعا ما مع الساحة السياسية في تونس. تغير كبير في المشهد الإعلامي التونسي قبل 14 جانفي وبعد 14 جانفي. 5000 اليوم عندنا 14 تلفزة، 14 راديو قبل 14 جانفي، اليوم عندنا 41 راديو. حاولنا ناخذ مثال يحاول على المعلومات المتعلقة بالملكين بتاع وسائل الإعلام هذوما. المشروع هذا هو في شكل موقع ويب يحتوي على نتائج هذا البحث اللي دام أكثر من 4 أشهر، واللي حاولنا فيه نوصله إلى من يملك الإعلام في تونس، من يؤثر على الرأي العام، وخاصة مدى احترام القوانين والمعايير الجديدة اللي تحطت في تونس من 2011 لهذه وسائل الإعلام. الهدف هو تكريس مبدأ دستوري اليوم اللي هو الشفافية، وأيضا فتح النقاش حول 3 مسائل مهمة ياسر، اللي هي شفافية في من يملك الإعلام لأنها مسألة مهمة، كشف أو طرح مسألة التضارب بين المصالح السياسية والاقتصادية والمصالح مصالح وسائل الإعلام، يعني تأثير مدى تأثير الساحة السياسية أو الاقتصادية على المنتوج الإعلامي في تونس. والمسألة الثالثة هي تمويل الإعلام بصفة عامة، يعني الموديل الإيكونوميك متاع الإعلام في عدم وجود وسائل دقيقة وعلمية مثلا لصبر الآراء وتحديد نسب المشاهدة اللي تسمح إلى ترتيب هذه الوسائل في المشهد التونسي.